نعود لحضراتكم سريعا قبل التغريدات، لاننا تواصلنا مع زميلنا وصديقنا العزيز عالم الدين صادق على الاراضي الغزاويه. مساء الخير يا عالم الدين. تحيه مسيه لك زميل احمد وللساده المشاهدين. عالم الدين، ما هي الاوضاع اليوم؟ يعني لسه شايفين عواجل دلوقتي بانه في ضربات وهجمات اسرائيليه جديده، كيف ترى الامور على الارض؟ بالفعل زميل احمد، ليله قاسيه، ليله صعبه. حتى اللحظه ما زال الحزام الناري الاسرائيلي مستمر وبشكل مكثف منذ ساعتين، بعد ان اخلى مناطق كامله بالتحديد وسط مدينه غزه. في ارقى الاحياء في مدينه غزه يوجد الان حزام ناري صعب مكثف من عشرات الطائرات تقصف مناطق بالتحديد منطقة مستشفى القدس ودوار القور ودوار الدحدوح ودوار أبو مازن. هذه المناطق تعتبر من أرقى المناطق في قطاع غزة. يوجد فيها مؤسسات، يوجد فيها سكان، يوجد فيها مساجد، يوجد فيها دور عبادة. هذه المنطقة الآن تتعرض لحزام ناري صعب. الحديث هنا أحمد، ماذا تعني بالحزام الناري لغير المتخصصين يا عالم الدين؟ يعني عندما تقول تتعرض لحزام ناري، ماذا تعني بالتحديد؟ بالتأكيد يا زميل أحمد، الحزام الناري بدأه الاحتلال في معركة سيف القدس عام 2021، واليوم يستخدمه بكثافة. وهو عبارة عن سرب من الطائرات F-16 الحربية لا تقل عن 10 طائرات حربية تقصف مربع سكني لا يزيد عن 2 كيلومتر بعشرات القنابل في توقيت واحد. هذا يطلق عليه حزام ناري لإبادة حي كامل. هذا الآن يحدث في أرقى منطقة أمام منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات وسط مدينة غزة، والمعروف الآن بدوار أبو مازن، كنية عن دوار الرئيس أبو مازن. هذه المنطقة تقع وسط قطاع غزة، يتم قصفها بعدد كبير من القنابل. يوجد عدد كبير من السكان الذين رفضوا النزوح وإخلاء مناطقهم انصياعا لتعليمات الاحتلال. وهؤلاء أبطال، نحن نعتبر أن هؤلاء أبطال، لأنهم أصبحوا الآن في عداد الشهداء، لأن هناك أخبار مؤلمة أحمد، لا أستطيع أن أرصد لك عدد الشهداء والمصابين، ولكن هناك شهود عيان أكدوا لنا أن عندما ينقشع هذا الليل سيكون هناك مجزرة حقيقية. نعم. هذا ما يحدث الآن. لكن مناطق الجنوب أحمد، نعم، على ذكر النازحين الآن أيضا، والبطولة الآن التي هي يضربها أهل الشمال بعدم مغادرة بيوتهم، ربنا طبعا يعني يحفظهم. يعني أيضا رأينا كما لو كانت الصور من نجم 48 قدر كبير من النازحين أيضا، هل لا يزال أيضا قوافل النازحين من الشمال للجنوب قائمة؟ وبتقديرك كم وصل عدد النازحين حتى الآن ومغادرة بيوتهم إلى الجنوب؟ زميل أحمد، نحن لا نتحدث عن كافة سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة نزحوا إلى مناطق جنوب قطاع غزة. ربما أقدر النسبة مئوية، نتحدث عن 30% من سكان مدينة غزة ومناطق شمال قطاع غزة نزحوا لمناطق الجنوب، وهم موجودين الآن في داخل المستشفيات. مستشفى ناصر يوجد بها أكثر من 30,000 نسمة من الأطفال والنساء، يستخدمون مياه المستشفى، يستخدمون الكهرباء، يوجد نقص كبير، يوجد ضغط على القطاع الصحي هنا. لذلك يوجد عدد كبير من الناس ما زالوا في منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، مناطق الإبادة. تخيل، هؤلاء رفضوا أن يخرجوا، قالوا سنكون شهداء في منازلنا ونرفض أن ننصاع لتعليمات الاحتلال الإسرائيلي عندما مناشير يطالبهم بإخلاء منازلهم. لذلك نحن نتحدث عن مجازر كبيرة على مدار الساعة. مناطق الجنوب الآن هي هادئة نوعا ما، ولكن نحن نسمع أصوات الطائرات الحربية، طائرات المراقبة. يتم التركيز، الاحتلال الإسرائيلي لا يقصف أكثر من مدينة في توقيت واحد زميل أحمد. الاحتلال الإسرائيلي الآن يركز بالأحزمة النارية على منطقة وسط مدينة غزة، ومنطقة جنوب قطاع غزة تشهد هدوء لمدة ساعة وساعتين. بعد ذلك نسمع أصوات الانفجارات، نسمع قصف منزل فلان،
ونسمع قصف مدرسة فلان. لذلك هو يتعامل بسياسة صعبة وقاسية. تخيل أوقفتني طفلة اليوم في مشفى ناصر من النازحين، تقول لي عمو الصحفي متى حيقصفونا، بدي أنام. فقول لي يا عمو ما تخافي. تخيل هذا المشهد، الأطفال أصبحوا يعلمون جدول القصف، جدول المجازر أصبح معلوم لدى أطفال غزة. إيه أحمد، أنا لو تحدثت لك حتى الصباح لا أستطيع كصحفي أن أرصد لك جميع المشاهد والمجازر التي رأيتها بأم عين. طيب ما يحدث في غزة هي مؤامرة كبرى. ماذا يفعل العرب الآن؟ ماذا تفعل الجامعة العربية؟ ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ الجميع باع غزة. غزة تقاتل اليوم لوحدها، أطفال غزة يقاتلون اليوم لوحدهم. ماذا نفعل؟ الجميع عندما نقاتل عالم الدين ماذا تقول؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عالم الدين، يعني فيما يخص من باع غزة، هناك تصريحات صحفية لعضو المكتب السياسي حركة حماس موسى أبو مرزوق، ويقول فيها: هناك اتصالات مع إيران، لكننا كنا نتوقع أن يكون التفاعل مع الحدث أكثر بكثير مما جرى اليوم. هل تعتقد أن الدعم الإيراني والهجوم الموازي من حزب الله تأخر كثيرا؟ يوجد في سياسة المقاومة الفلسطينية زميل أحمد محور وحدة الساحات، وهو مكون من حزب الله بدعم إيراني وحركة المقاومة الإسلامية حماس كتائب القسام وحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس وفي سوريا أيضا بعض الكتائب. هذا المحور تم الاتفاق في حال أن دخلت غزة لوحدها في معركة كبيرة أن تكون وحدة الساحات، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وأسمى المعركة الأخيرة ضد حركة الجهاد الإسلامي بوحدة الساحات. وحدة الساحات تعني عندما ينفرد الاحتلال في قطاع غزة يتدخل حزب الله. حزب الله اليوم قصف وأعلن بشكل رسمي، قصف مواقع إسرائيلية، حقق إنجازات في قتل جنود إسرائيليين، ولكن فجأة يتوقف القصف ويتوقف القتال. يوجد ما يدور تحت الطاولة، يوجد تهديد كبير، هناك معلومات وصلتنا من مصادر في المقاومة. لماذا لا يدخل حزب الله في هذه المعركة ويساند قطاع غزة؟ ولكن المعلومات التي تصل لنا أحمد، وهي معلومات خطيرة، في حال أن دخل حزب الله بكامل قوته في هذه المعركة سيكون هناك تهديدات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي بإبادة لبنان، بإبادة بيروت. وهذه تهديدات المقاومة الفلسطينية سواء في حزب الله، وهناك كتائب فلسطينية أيضا تعمل من مناطق جنوب لبنان. سيكون هناك تطورات صعبة، لذلك الحرب ربما تكون طويلة، وهناك تقييمات وهناك تخطيطات لدى قادة المقاومة. وأعتقد طب هناك أخيرا أحمد، كان لدي سؤال. عفوا أخيرا، أنا أعلم طبعا أقدر قدر جهدك وتعبك طوال النهار، ولا نريد أن نثقل عليك أيضا في هذا الوقت. أخيرا، كان هناك أنباء عن معبر رفح وعن دخول أو خروج أو فتح، يعني هل لديك أي معلومات جديدة حول معبر رفح المروري، حول إدخال مساعدات أو خروج بعض الأجانب أو تسجيل المعبر حتى اللحظة؟ بالتأكيد أحمد، عندما تحدثنا بالأمس قلنا أن فتح معبر رفح وسفر والسماح بسفر 600 شخص من حملة الجوازات الأمريكية والأجانب، وتم الاتفاق أن يخرجوا بالأمس وتم وفشل هذا الاتفاق. اليوم تمت مفاوضات أخرى وتقرر وبشكل مؤكد، أنا أؤكد لك الخبر، أن فتح معبر رفح سيفتح غدا في تمام الساعة 9 صباحا للسماح للأجانب بالمغادرة من قطاع غزة. في المقابل سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية في ذات الوقت. هذا ما تحدثنا به بالأمس. إذن علم أنت تؤكد ومن مصادر موثوقة أن غدا في تمام الساعة 9 صباحا سوف يفتح معبر رفح من أجل الإفراج عن الرعاة الأمريكيين وإدخال المساعدات أيضا إلى الجانب الغزاوي. هذا الخبر أنت أنت توثقه وتؤكده، وبالتالي نؤكد عليه أيضا للسادة المشاهدين أن كما يقول مراسلنا في غزة عالم الدين صادق، أن غدا في تمام الساعة 9 صباحا سوف يتم فتح معبر رفح. على كل عالم،
يعني احنا ننتظر بكرة ونترقب. وبشكرك كل الشكر، لا أريد أن أثقل عليك أكثر من ذلك. ربنا يحفظك ويحفظ أهلنا في غزة. شكرا جزيلا لك زميلنا العزيز عالم الدين صادق، كنت معنا من غزة الحرة.